السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج سيلفي سبورت، معكم حميد كيالي. وحلقتنا اليوم عن البيج ميلان، 5 فوز تعادل واحد بدون خساره، 14 هدف بمعدل هدفين بكل مباراه، وتلقت شباكو 5 اهداف بمعدل اقل من هدف بالمباراه الواحده، معدل تمريراته بالمباراه الواحده 505، معدل تسديدات الميلان بالمباراه الواحده 5 تسديدات على المرمى، ومعدل استحواذه بالمباريات السته الماضيه كان 55%. هي ارقام الميلان بالدوري، هي ارقام الميلان اللي بتجي بعد 24 انتصار متوالي مع ستيفانو بيولي منذ الموسم الماضي. هذا الميلان بصداره مستحقه حقيقيه واقعيه، ما اجت بسبب ضعف المنافسين وما اجت بالصدفة او بالحظ. شو مقومات البطل اللي تخلي جماهير ميلان يحلموا انه يجيبوا السكوديتو هذا الموسم بعد غياب 10 سنوات؟ في استقرار اداري لشركة إيليوت للموسم الثالث على التوالي، في صفقات صيفية مدروسة جدا للميلان لانه كل لاعب عم يجي بالمكان الصح، وطبعا تجديد عقد ستيفانو بيولي لأكثر من سبب كان هو مهم جدا ومفصلي بميلان الحالي اللي عم نشوفه. السبب الأول لأنه بيستحق، لما المدرب بيعمل لك مشروع محفز وبيربحك 24 مباراة متتالية بالدوري وبتصفيات اليوروبا ليج وبأول مباريتين باليوروبا ليج مع مستوى كتير حلو، فهو بيستاهل. بيستاهل لأنه هو قدر يعمل مجموعة من الخبرة والشباب والحيوية، قدر يساوي ميلان شكله كتير حلو على أرض الملعب ويطور ويطوع كل لاعب لمنظومة ميلان. بيستاهل لأنه خلق منظومة لو تغيرت أفرادها عم بتضل تعطي بنفس الطريقة المشرقة الحلوة الجميلة اللي كل عشاق الميلان كانوا عم بيستنوها من 10 سنوات. هذا الاستقرار اللي عاشه الميلان ما عاشه من أيام بيرلسكوني، حتى بآخر فترات بيرلسكوني كان الفريق بعيد جدا عن الاستقرار. إذا جينا اطلعنا على خطوط الميلان، محاور الدفاع مثلا كيسي وبن ناصر هن اكيد افضل محورين دفاع بالدوري الايطالي على الاطلاق، يعني في شراكه بيناتهم، كل واحد عنده خصائص معينه عم بتفيد المنظومه كلها. كيسي لاعب مقاتل بدافع بهاجم، في تضحيه بدنيه كبيره، وفي بن ناصر العقل المدبر للميلان، الشخص اللي بتطلع الكره من الدفاع الى الهجوم عن طريقه. هذا اللاعبين اللي طوروا ستيفانو بيولي، يعني رافائيل لياو، كاير، كالابريا، هدول اللاعبين يعني بصراحة ما بيستحقوا يكونوا مع الميلان أيام البيج ميلان، أيام الميلان الحقيقي، بس اليوم إذا بنطلع عليهم فرديا هدول اللاعبين كلهم النجوم، يعني رومانيولي جنب كاير صراحة ثنائية ممتازة، كالابريا على اليمين عم بيقدم أداء ممتاز، ثيو هرنانديز اللي ريال مدريد تخلى عنه انفجر بالدوري الإيطالي وعم بيقدم تقريبا أفضل موسم له تكملة للموسم الماضي. وطبعا زاد على ذلك خبرة إبراهيموفيتش الكبيرة كتير اللي ساعدت، ومنشفنا بآخر انترفيو مع إبراهيموفيتش كان عم يحكي انه الفريق لسه ما تعرض لولا هزة بهذا الموسم، وهي هاي النقطة المهمة انه نشوف كيف رح تكون ردة فعل ميلان وبيولي والإدارة بعد أول تعسر أو بعد أول مشكلة، لأنه تعسر واحد يمكن ما يساوي مشكلة لميلان، بس لو الفريق خسر مباراة أو تنتين أو ثلاثة متتاليات الفريق رح يدخل بأزمة. هل بيولي مع إبراهيموفيتش مع مالديني مع هالخبرات الكبيرة بالنادي رح يقدروا يطلعوا بالميلان من هالمشكلة اللي ممكن تجي؟ لأنه ما في فريق رح يضل عم بيربح كل المباريات، وما في فريق رح يضل عم بيأدي بنفس الطريقة الحلوة طوال الموسم، رح تجي فترات ينزل فيها الميلان بالمستوى وبالنتائج، ووقتها رح نعرف إذا الميلان فعلا لازم يحلم بالسكوديتو هذا الموسم ولا لسه بكير عليه ليفوز بالدوري. لو جينا طلعنا على حالة الخصوم لميلان بهذا الموسم، فمنشوف جوفنتوس مع بيرلو، مدرب شاب ما عنده خبرة كتير كبيرة لا بالدوري الإيطالي ولا بغير دوري، لأنه تدريبيا هي أول تجربة حقيقية لإله. جوفنتوس بيفتقد لسه للتوازن، بيفتقد للتفاهم، بيفتقد لتوليفة واضحة وجاهزة لأن تنافس على دوري أو تنافس على تشامبيونز ليج. اليوفي بصراحة هي أبعد سنة لإله بالعشر سنين الماضية عن انه يكون فريق مرشح ليربح بطوله، يعني اليوفي لو بيخلص بين اول اربعه انا برايي بنهايه الموسم، صح شخصيته وخبرته كتير كبيره، بس مقارنه بالسنوات الماضيه السكواد تبع الجوفنتوس اخف واقل بكتير حده وخبره ومهارات لحتى يربح الدوري. انتر يمكن هو اكبر منافس حقيقي للميلان، ويمكن هو اللي يتوج بالدوري بالنهايه. لا تشوفوا الانتر هلا مره فوق ومره تحت مع كونتي، بس انتر عنده يمكن سكواد بيخوف بصراحه، يعني مباراته مع ريال مدريد
بخطأ تكتيكي يمكن من كونتي خسره، بس على أرض الملعب الفريق كان واضح إنه عنده كتير شغلات ممكن يقدمها بالدوري الإيطالي. لاتسيو بعيد هذا الموسم، روما بعيد، أتلانتا بعيد، ساسولو حتى هلأ المفاجأة، بس هدول كلهم أندية ما عندها نفس طويل لتاخد دوري. الميلان إذا بتطلع عليه مقارنة بالمنافسين بالدوري الإيطالي هو يمكن عم يعيش أفضل حالة، وإذا في فريق قريب منه بالسكواد وبالخبرة وممكن ينافسه فعلا على اللقب، أنا برأيي هو إنتر ميلان وليس يوفنتوس. فالسؤال الحقيقي، هل يحق لعشاق الميلان يفكروا بالسكوديتو هذا الموسم؟ أنا برأيي أرقام الميلان، لأنه صدارته ما أجت بس هيك لأنه المنافسين ضعيفين أو بس لأنه فترة وخدمة الميلان. الميلان متعدد خطوطه، 4-2-3-1 اللي عم بيلعب فيها بيولي واضح انه عم بتجيب نتائج كتير كبيره للميلان، متعدده مصادر الخطوره، الفريق دفاعيا جيد جدا بسبب محورين الدفاع وبسبب تالق هلا رومانيولي وكاير ودونا روما من خلفهم، وبالشق الهجومي ابراهيموفيتش تاثيره اكبر من ما توقع اي حدا انه لاعب ممكن ياثر على فريق بهي الطريقه. ففعلا انا برايي يمكن شوي بكير انه يحلم عشاق الميلان بالدوري، بس هذا حلم ما له بعيد ابدا. انا بتصور اذا الميلان ما ربح الدوري هذا الموسم ممكن يربحه السنه القادمه. الاكيد لازم نعترف كلنا انه ميلان على التراك الصحيح، على الطريق الصحيح ليرجع البيج ميلان اللي كلنا بنعرفه، وليرجع للشامبيونز ليج، ليرجع لمكانته الطبيعيه، وممكن تشوفه عم بيفوز بالكالتشو بنهايه هذا الموسم. بتمنى منكم تجاوبوني على سؤال الحلقة، إذا بتشوفوا إنه الميلان مؤهل ليربح الكالتشو بهذا الموسم أو بالموسم القادم ولا لا. ولهون بتكون حلقتنا وصلت لنهايتها، لا تنسوا تشتركوا بالقناة ونشوف تعليقاتكم ونراها، ونشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.